السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا الفيديو اللي فات عن الـ Vertical Network أو بيسموها الـ Backbone، وعرفنا مكونات الـ Backbone، وبدأنا نتكلم عن الـ Fiber Cable العنصر الأهم في الـ Backbone أو العنصر اللي احنا متكلمناش عنه قبل كده. كنا اتكلمنا قبل كده عن الـ Batch Panel وعن الـ Batch Cord، فبدأنا نتكلم عن الـ Fiber Cable وخدنا مقدمة عن كابلات الفايبر، وعرفنا الـ Working Principle بتاع الفايبر بيشتغل ازاي او ازاي بيقدر ينقل الداتا عن طريق الضوء. واتفقنا ان احنا في الفيديو دوت هنبدأ نتكلم على الـ Structure بتاع كابلات الفايبر، ونعرف كابل الفايبر بيتكون من ايه. كابل الفايبر بيتكون من 3 أجزاء رئيسية. أول حاجة الكور، ده الجزء الداخلي خالص من الكابل، وعليه طبقة اسمها الكلادينج، والطبقة الخارجية خالص بتبقى بلاستيك كوفرينج، طبقة حماية. يبقى عندنا جوه خالص طبقة الكور، ودي الطبقة اللي بتنقل الداتا عن طريق الضوء، دوت اللي الضوء بيمشي فيها، وعليها طبقة كلادينج. الطبقة ديت بتحافظ ان الضوء يفضل يعمل انعكاسات داخل الكور لحد ما يوصل لنهاية الكابل. وأكيد لازم نحط طبقة حماية عليهم من بره عشان تحمي الكابل من الداخل. ده باختصار الاستراكشر بتاع كابلات الفايبر. نمسك كل طبقة ونتكلم عنها شوية. أول حاجة الكور. الكور ده عبارة عن سنترال تيوب، السايز بتاعها رفيع جدا، وبتكون مصنوعة من داي إلكتريك ميديوم عشان يقدر ينقل الضوء من الترانسميتر للريسيفر. يبقى الكور عبارة عن داي إلكتريك ميديوم رفيع جدا، بيقدر ينقل الضوء اللي هو اللايت من الترانسميتر لحد ما يوصل عند الريسيفر، وكده أبقى قدرت إن أنا أنقل الداتا. الدايمتر بتاع الكور بيتغير ما بين 5 مايكرومتر لحد 100 مايكرومتر، بس من 5 لـ100 مايكرومتر. متخيل الكور رفيع لدرجة ايه؟ هو تقريبا في رفع شعرة الراس. لو مسكت الشعرة بتاعت البني آدم كده تقريبا دوت نفس السايز بتاع الكور، من 5 لـ100 مايكرومتر. الطبقة اللي بعد كده هي الكلادنج، ودي الطبقة اللي بتكون على الكور عشان تحافظ على الانعكاسات. بيقول لك ان هي الـ Outer Optical Material Surrounding the Core Having Reflecting Index Lower than Core، وده طبعا عشان يحافظ او يساعد الضوء اللي هو ماشي جوه الكور ان هو يعمل خاصية او يعمل نظرية Total Internal Reflection. يبقى الكلايزنج دوت الـ Reflecting Index بتاعه بيكون اقل من الكور عشان يحافظ الضوء اللي ماشي جوه الكور ان هو يعمل نظرية او يطبق نظرية التوتال انترنال ريفليكشن، اللي هو يفضل يعمل مجموعة انعكاسات من اول الترانسميتر لحد ما يوصل للريسيفر. الطبقة اللي بعد كده زي ما قلنا هي البلاستيك كوفرنج او البافر كوتنج، نفس المعنى تقريبا. بيقول لك ان هي بلاستيك كوتنج بتحمي كابل الفايبر اللي هو مصنوع من السيليكون رابر. يبقى أنا عندي الكور، بعد كده عليه الكلادنج بيحمي الكور وبيحافظ إن هو يعمل مجموعة انعكاسات لحد ما الضوء يوصل من الترانسميتر للريسيفر، وفوق الكلادنج عندي البفر كوتنج دوت بيحمي الكابل ككل. بقى الدايمتر بتاع الفايبر بعد الـ3 طبقات دول بيكون تقريبا ما بين 250 لـ300 مايكرومتر. برضو الكابل رفيع جدا، هو ستيل رفيع جدا برضو، عشان كده بيحطوله من بره طبقات عزل كتير عشان نقدر نشوف الكابل ونقدر نمسكه. لكن الكابل كفايبر هو رفيع جدا جدا جدا، هما بيزودوا في العزل حواليه عشان نقدر نحافظ على الألياف اللي جواه، وعشان نقدر نمسك الكابل ونتعامل معاه. كده احنا عرفنا الـ Working Principle بتاع كابل الفايبر، وعرفنا الاستراكشر بتاع كابل الفايبر. طيب تعالوا نشوف بقى
الكوميونيكيشن سيستم بتاع كابل الفايبر او بتاع النظام الفايبر دوت شغال ازاي، ازاي بقدر ان انا انقل الداتا الاول من جهاز الكتريكال، بعد كده بحول لاوبتيكال، بعد كده برجع تاني احول لالكتريكال. الرسمة دي بتتكلم على الكوميونيكيشن سيستم بكل حاجة فيها. أول حاجة بيبقى عندنا Information Source، ده الجهاز اللي أنا بيطلع الداتا وليكن السيرفر روم. بعد كده الداتا بتخش على Electrical Transmit، وبعد كده بتخش على Optical Source. يبقى الحتة دي كده اللي هي فيها الكونكتور، الكونكتور بياخد حاجة Electrical بيحولها لحاجة Optical عشان تقدر تمشي في الأوبتيكال فايبر كيبل وتمشي بسرعة عالية جدا ومسافات طويلة جدا. وفي آخر الكابل بحط الأوبتيكال ديتكتور، وبعد كده عندي الإلكتريكال ريسيفر. يبقى برضو الجزء دوت ده الكونكتور، من الناحية دي أوبتيكال ومن الناحية دي إلكتريكال. وبعد ما حولت لإلكتريكال تاني بيخش على الديستنيشن بقى اللي هو الجهاز التاني، وليكن جهاز البي سي. يبقى انا طلعت من السيرفر روم انفورميشن سورس، دخلت على كونكتور، الكونكتور بياخد حاجة الكتريكال بيحولها لحاجة اوبتيكال، مشيت في كابل الفايبر، رحت في الاخر على كونكتور تاني خد الاوبتيكال حوله للالكتريكال وادى الداتا للبي سي بتاعي. يبقى ديت الكوميونيكيشن سيستم بتاع الاوبتيكال فايبر. لو حبينا نتكلم عن كل حاجة لوحدها، الانفورميشن سورس دوت اللي بيوفر الكتريكال سيجنال عشان تروح للترانسميتر. بعد كده رحت على الكتريكال ترانسميتر بياخد اشارة كهربية عشان بعد كده تتحول لاشارة اوبتيكال او اوبتيكال سيجنال، اللي بدورها هتروح لكابل الفايبر وتمشي فيه as a light wave. بعد كده الاوبتيكال سورس ده اللي هو بيمثل الكتريكال اوبتيكال كونفرجن، بيحول ما بين الكتريكال للاوبتيكال، وده ممكن يكون سيمي كوندكتور، ليزر او ليد اللي هو مصدر الضوء او مصدر اللايت سيجنال. بعد كده الاوبتيكال كيبل دوت الترانسميشن ميديم اللي بيمشي فيه الداتا، بعد ما اتحولت من الكتريكال لاوبتيكال هتمشي جوه الاوبتيكال كيبل، يبقى دوت الترانسميشن ميديوم بتاعي. وبعد كده الاوبتيكال ديتكتور ده اللي هو بياخد الاشاره الاوبتيكال اللي هي جايه من او ماشيه في الاوبتيكال كيبل عشان يحولها للالكتريكال، واقدر ان انا اوديها للجهاز اللي هو الديستنيشن زي البي سي مثلا. والاوبتيكال ديتكتور ممكن يكون فوتو دايود او فوتو ترانزستور او فوتو كوندكتور، ممكن يكون أي حاجة من دول. المرحلة اللي بعد كده بتاعة الإلكتريكال ريسيفر، ودوت بيستخدم للإلكتريكال انترفيسنج ناحية الريسيفر أو ناحية الجهاز اللي هيستقبل الداتا دي. وزي ما قلنا دوت بياخد الإشارة الكهربية عشان يقدر يديها للديفايس أو للديستنيشن أو للبي سي اللي عندي مثلا. وبعد كده وصلنا للديستنيشن اللي هو الجهاز اللي بيستقبل الداتا او اللي محتاج الداتا دي من السيرفر روم، وده عبارة عن الفاينل بوينت. خلاص انا كده وصلت من اول الانفورميشن سورس لحد الديستنيشن. زي ما قلنا دوت اللي بيستقبل الانفورميشن في صورة كهربية، اي حاجة اكتف بتاخد الكتريكال سيجنال، لكن اي حاجة باسيف زي الاوبتيكال كيبل بيكون ماشي فيه اوبتيكال سيجنال عادي. الفيديو دوت كان جزء نظري شوية بس كان لازم نعرفه، وهو سهل وبسيط زي ما احنا شايفين. كنا قلنا ان احنا الفيديو دوت هنتكلم على انواع كابلات الفايبر، بس انا حبيت ان الفيديو دوت ياخد الجزء النظري ده عشان نخلص منه. ومن اول الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنبدأ نتكلم عن انواع الفايبر بالتفصيل شوية، ونعرف خصائص ومميزات كل نوع فيهم وبستخدمه فين. شكرا.